اهلا بحضراتكم من جديد، والحديث عن ترند الاهلي. عندي خبر مهم جدا في ترند الاهلي، وده اهم شيء موجود من خلال محتوى السوشيال ميديا. اولا، مباراه الاهلي وبالميراس ان شاء الله يوم الثلاث الساعه 6:30 بتوقيت القاهره في لقاء الدور نصف النهائي. طب التذاكر وضعها ايه بعد الظهور المشرف لجمهور الاهلي بالامس؟ موقع في الجول اهتم جدا بفكره نفاذ تذاكر مباراه الاهلي وبالميراس البرازيلي يوم الثلاثاء في نصف نهائي كاس العالم للانديه، نفاذ التذاكر بالكامل. وده اللي قلناه قبل كده قدامكم هنا على الصوره من خلال اللجنه المنظمه لما نشرت البيان الخاص بنفاذ التذاكر. دايما جمهور الاهلي هو اللي بيصنع الحدث في كل الاحداث الخاصه بكاس العالم للانديه، حضر في مباراه الامس بالساعه الكامله والمباراه القادمه ايضا ان شاء الله بالساعه الكامله. طيب، توقعات الجمهور على السؤال اللي طرحناه، رايهم في اداء الاهلي. محمد جمعه بيقول مساء الخير يا محمد، الاهلي ادى اداء عالمي وشرفنا، وان شاء الله البطوله اهلاويه، اهلاوي وافتخر، الناس كلها سعيده بالاداء المشرف. علاء التركي بيقول اداء عالمي من جهاز فني محترم ولاعيبه رجاله ومجلس اداره واعي وفاهم وجمهور ورا فريقه مهما كانت الصعوبه. نروح كمان لشاكر، اداء رجولي، قدموا مباراه ممتعه جدا تكتيكيا وفنيا. موسيماني في المباراه الكبيره بيدرس وبيخطط وبيدير اللقاء بشكل نموذجي، ما شاء الله على معلول بروحه وحرص المعتاد على فانيله الاهلي. هاني والهدف اللي هيعطي ليه ثقه ودفعه معنويه لما هو قادم. طاهر ودوره التكتيكي في الملعب. عالمي قفشه، انت عندك احسن باذن الله. ده كان كلام مهم جدا، تعليقات الجمهور على اداء الاهلي. اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل نرجع مع بعض ونبدا نتكلم على منتخبنا الوطني.